نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، سائل في بلاد الغرب يقول: هل نأخذ الفائدة الربوية على حفظ أموالنا في بنوك الكفار؟ لأننا لو لم نأخذ هذه الفوائد فسيجعلونها في جمعياتهم التنصيرية. ما يجوز للمسلم يأخذ الربا، ما يجوز للمسلم أن يأخذ الربا، وكونهم يصرفونها هذا على مسؤوليتهم هم، أنتم مسؤولين عنه، أما أنتم فلا تأخذوا الربا، لأن الله منع المسلم من أخذ الربا. وذروا ما بقي من الربا، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين. لا يجوز أن يفتح هذا الباب كما يدعي بعض المتساهلين والمنتسبين للعلم، يقولون تؤخذ ولا تترك لهم، هم عندهم الكفر أشد من أكل الربا. وأنت لست مسؤولا عن أعمالهم، أنت مسؤولا عن حفظ مالك، وضعته عندهم للضرورة لأجل حفظه فقط، فلا تأخذ عليه شيئا. نعم، خذ مالك وخلاص. نعم.